الله وبركاته. حياكم الله يا الأخوان وبياكم. نحن اليوم إن شاء الله بنتكلم حول كورس جديد وهو عبارة عن الكومتيا A+. ونحن الكورس اللي بنتكلم عليه 220-801-220-802. السؤال اللي يطرح نفسه، نحن ليش اخترنا كومتيا؟ حقيقة هنا مجموعة من الأمور التي تلح أنه أنت قبل ما تتخصص كسيستم أدمين، كنتورك أدمين، كسيستم إنجينير، كنتورك إنجينير، كسيرفر أدمين، أي كان الاسم whatever، فركومندد ركومندد ركومندد يعني ركومندد ركومندد انه تاخذ الاي بلس وبعد تطلع النيتورك بلس. ككومتيا هي عباره عن اورجنايزيشن يعني منظمه، ونحن بفيديو من قبل تكلمنا حول الفرق ما بين المناهج اللي بتنزل المنظمات والمناهج اللي بتنزلها الشركات. فقلنا انه مثل مايكروسوفت فهي بتتكلم عن شيء خاص بالبرودكتس اللي هي بتنتجه، لكن كأورجنايزيشن فهي بتتكلم على حاجة عامة. شفت؟ ككومتيا اختصار لكلمة Computing Technology Industry Association يعني جمعية صناعة تقنية المعلومات الأمريكية، لأنه مقر الشركة دي أمريكية. وحقيقة يعني هناك كم هائل حول العالم من الناس المتخصصين في كومتيا، وأنا بدأت في كومتيا وكثير من الأشخاص بدأوا في كومتيا. ودائما مناهج كومتيا تصنف من المناهج ذات المعيار الثقيل، وهذا سر وجود شعار أو علامة البلاس في كل شهادة كومتيا. فكومتيا بتنتج العديد من الشهادات، عندك A+ Server+ Linux+ Network+ Green IT Storage+ إلخ، مجموعة من الشهادات. فكأي بلس فهي تنفع للناس اللي هم متخصصين أو اللي يحبوا يتخصصوا في مجال الشبكات أو في مجال الترابل شوتينج أو في مجال السبورت. إذن بشكل عام كومتيا ككومتيا أي بلس هي مدخلك الرئيسي للاي تي دومين يعني لمجال الاي تي. فتفتح انت comptia.org، تمام؟ فما فيش اي متطلبات، انت واجب عليك انك تاخده لما بتاخد كومتيا، ما فيش اي امور او متطلب يعني قبل ما تاخد الاي بلس، لا ما فيش، فهي خاصه لك. فتروح على سيرتيفيكيشن، تنقر على سيرتيفيكيشنز، وبعدين تطلع على خيار جيت سيرتيفيكيت، وتطلع على خيار A+ كومتيا A+ وتكبس عليه. اه وده الكومتيا A+. طيب ايش هي الاشغال اللي بتوفر لك ياتي كومتيا A+؟ فقال لك منهج الـ A+ بيعطيك لقب تكنيكال سبورت سبيشاليست، يعني اذا في وظيفة معلنة بالشكل ده بقول لك انت كواليفايد انك تحصل على هذا الشيء. فيلد سيرفيس تكنيكال، كمان اي تي سبورت تكنيكال، اي تي سبورت ادمنستريتور، اضافة الى اي تي سبورت سبيشاليست. فانت عندك خمس مسميات انت قادر تحصل عليها او بتطلق عليك لما تكون سيرتيفايد في الاي بلس ان شاء الله، تمام؟ طيب نشوف سيرتيفيكيشن انفورميشن، مجموعه معلومات حول الشهاده الاي بلس. فعشان تجتاز امتحان الاي بلس فانت مطالب ماست باس تو اكزامز، يعني عندك امتحانين انت مطالب انك تجتازهم. سابقا كان رقم الامتحان 220
701 و220 702 وقبله كان 201 601 220 602. فالآن الامتحانات صارت 2، لكن تقريبا في 2006 كانت عبارة عن 4 امتحانات و4 تخصصات مختلفة، وكان أبرزها الـ IT Technician. شفت؟ فهنا المنهج تجدد وصار أنت عندك امتحانين فقط. أول امتحان عندك كومتي A بلس رقمه 220-801، وهذا الامتحان بيغطي لك الكمبيوتر تكنولوجي والانستوليشن والكونفجريشن اوف بي سي ولابتوب، اضافة الى الهاردوير وبيزك نتورك كونسبت. تمام؟ ده اللي بيغطيه 801. وعندك الامتحان الثاني 802 ده، يعني شفت؟ وده بيغطي لك الاوبرتنج سيستم، انت كيف تنصب، لانه من ضمن مهامك كاي تي انك تعرف كل ريكويرمنت بيطلبه نظام تشغيل عشان تقدر تسيت اب نظام التشغيل. كم بياخد رام، كم بياخد سبيس من هارد ديسك، ايش معنات لما بقول سيستم 32، ايش معنات لما بقول سيستم 64، كم بياخد ستوريج او سبيس من الهارد ديسك 32، وكم بياخد سبيس 64 عشان تعمل موضوع الكومباتيبلتي والاشياء دي، اضافة الى النتورك كيف تتعامل مع الايميل وترابل شوتينج، اضافة الى الموبايل اوبرتنج سيستم، مثال عليها الاندرويد والابل اي او اس. وهذه احد الامور الجديدة اللي تم اضافته في منهج 801 و 820، يعني 220 801 يعني 220 802، دي احد الامور. فصار انه انت كاي تي او ككومتي اي بلس سيرتيفايد لازم تلم بمفهوم ولو جنرال حول الاندرويد، كيف تتعامل مع الاندرويد، كيف تتعامل مع الابل اي او اس. تمام؟ الاي بيرمز الى ابل زي ايفون، ايباد، اي ماك، الاخ، ايبود، او اس يعني اوبريتنج سيستم. تمام؟ طيب، فقال لك هو عبارة عن اصدار جديد من الامتحان اللي كان الكود حقه 701 و702. طيب نشوف تيست ديتيلز، نرجع الى هنا وننزل ونشوف. عندك هنا كومتيا A بلس، عندك 220-801 220-820 يا سيدي. اذا معناته عشان انا بمتحن وباخذ سيرتيفيكيشن من كومتيا A بلس فلازم اجتاز 2 امتحان، ولما تباس الاثنين الامتحان انت بتحصل على السيرتيفيكيت. معنات كلامي ده اذا نجحت في 801 ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما توفقتش في 802، للاسف انت مش قادر تحصل على اي سيرتيفيكيت من كومتيا لغايه ما تنجح في الامتحان. بس في سؤال يطرح نفسه، هل ممكن انا اخوض الامتحانين 801 800 في 2 في يوم واحد؟ بقول لك ممكن تخوضه في يوم واحد، ما فيش مشكله، وانا خطه في يوم واحد. طب هل ممكن ان انا اخده في ايام مختلفة؟ الجواب طبيعي جدا نعم، ولكن بشرط فترة 90 يوم. معنات الكلام ده اذا انا امتحنت 801 ومرت 90 يوم وما امتحنتش 802 اذا بيسقط علي الامتحان 801. 90 يوم ما تعادل 3 اشهر. عندك number of questions، قال لك maximum 90 question، يعني بالكثير بتوصل الى 90 سؤال، حقيقة بتتراوح ما بين 70 وطالع، يعني ممكن 72 ممكن 75 الخ. اسئلة ال questions، عندك multiple choice اضافة الى موضوع ال hot spot. تمام؟ اضافة الى simulation، يعني بيعمل لك simulation انت كيف تركب المادر بورد
بيعطي لك قطع رام بروسيسور وانت تعمل دراج اند دروب عشان تركبه. لغة الامتحان الانجليزية الدرجة اللي هي عبارة عن 900، تمام؟ درجة ال يعني التوتال ديجري، الدرجة النهائية عبارة عن 900. انت عشان تعمل باس فتحتاج الى 700، يعني فوق ال 700 ناجح، ما تحت ال 700 للأسف. لغة الامتحان الإنجليزية حاليا مش متوفر باللغة العربية، لكن الامتحان القديم 701 702 متوفر باللغة العربية. هذا كان عبارة عن introduction نتكلم فيه حول كونتي A بلس. إلى هنا كان معكم أخوكم ولا عصام، أشكركم على حسن الاستماع وطيب الله أوقاتكم، شكرا جزيلا، انتظرونا في حلقة جديدة.